السلام عليكم أصدقائي حول العالم. اليوم بغيت نوريكم واحد البروغرامينغ لانجويج اللي سميتو سكراتش. سكراتش سهل بزاف وما خصكش مهارات باش تعلمها. إلا تعلمتي سكراتش هيكون عندك البيسكس باش تعرف بروغرامينغ أخرين اللي أصعب بحال بايثون وجافا سكريبت. يلا هم سبرايتس يقدروا يهضروا ولا يتحركوا، تقدر تكستمايزيه ولا تلعب به. وإلا مشيتي هنا عندك بزاف الاختيارات. هما الهات بلوكس، والهات بلوكس هما باش كتبدا. وكي كتشوفوا هنا عندهم هاد الحاجة اللي تقدر تحط تحتهم بزاف د البلاكس. غنوريكم تقدر بحال هكا ستاك بلوك. ستاك بلوك هو اللي كيقول سبرايت شنو يدير. وكي كتشوفو ستاك بلوك عندو هادي، وتقدر تحط شي حاجة تحتها بحال هكا. النوع الثالث هو سي بلوك. سي بلوك تقدر تحط حوايج داخله. نوريكم هلوكا. و سي بلوك هو كي يتحقق الشروط. دابا وصلنا سكراتش، سيرو الجوين سكراتش وباش نديرو اكاو ونصوبو اللعاب. دابا درنا جوين سكراتش ودابا نصوبو اللعاب. صوبو واحد البروجي صغير وسهل. اول حاجة تمشيو لهنا باك دروب ولا باك جراوند، وعاد تمشيو لسيرش وعاد ديرو جونجل. دابا عندكم جونجل. ثاني حاجة عاد دير choose a sprite، ديرها وصير الانيمالز حيوانات. وبقى تقدر تختار اللي بغيتي، ولكن انا نختار parrot عصفور. دابا اول حاجة عندير الكود يعمشو الايفنت، وعناخدو الهات بلوك هي علمتكم. وعاد نمشيو للكنترول نديرو ريبيت 10، وعاد نمشيو للوكس نديرو نيكست كوستوم. نيكست كوستوم هي الى درنا هادي عاد قدر سخسنا. نمشيو عاوتاني للكنترول نديرو ويت باش ما تمشيش بالزربه، ديروها 0.3. دابا ديروها دابا بشوية. دابا بغينا نحركو العصفور ديالنا. مشيو الموشن وعمشيو الموف تحرك 10 steps. دابا نجي نشوفو، دابا هي كتحرك وبحالها كطير. إلا عجبكم الفيديو ديال سكراتش لايك و سبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلامة.